الخطة به الاعتماد على الإخوان المسلمين، والاعتماد على الإخوان المسلمين مش عايز أخش في تفاصيل العلاقات بين الجماعة دي وبين أمريكا وراحت جاية. وطبعا تتذكر قول السيسي، قول مرسي للرئيس السيسي لما قال له انتوا قد امريكا، هتحاربوا امريكا، امريكا هتدافع عنها وهنحكم البلد 500 سنه. وتتذكر ايضا اقوال الاخوان في رابعه لما قالوا مرحبا في 7000 من المارينز هينزلوا في السويس، الله اكبر الله اكبر. فاكر هذا الكلام؟ فيش خيانه اكتر من كده، واخد بالك؟ دي الخطه به، وفشلت الخطه به. وفي عضو من الكونجرس جمهوري قال لاوباما انت تعلم انك صرفت 80 مليون دولار على، انا مش فاكر اسم الراجل، على نجاح المرسي في الانتخابات. فاكرين؟ وفشلت في 30/6 الخطه به بتاعت الاخوان، ولو انهم لا يزالوا بيراهنوا. نيجي للخطه دي اللي هي شغاله دلوقتي. المرتزقه والمجرمين والافاقين والارهابيين، واخد بالك؟ كل دول زي داعش النهارده، ودي مثال للامريكا. اذا قلت لك 7000 طلعه ما عملوش حاجه، ليه؟ لانها بتنفذ الخطه جيم بتاعتهم. ثم تعالى لي في حقيقه غريبه جدا. ديك نهار انا سمعت وزير خارجيه امريكا كيري مع وزير خارجيه فرنسا بيقول الحل السياسي ومش الحل السياسي، الكلام اللي قلت لك عليه. الحلو السياسي ليه؟ ليه حلو سياسي؟ اذا كان كل اللي هم خططوا له واهدافهم بتتنافس، طب حلوها ليه؟ يعني مش دي بديهيه ولا مش بديهيه؟ يعني اهدافك اتنفذت، خططك تقسيم الاعمال العربيه اتنفذت، الفوضى الخلاقه اتنفذت، داعش مش اشتغل وعماله تضرب يمين وشمال والناس واقعه.